السلام عليكم مشاهدات ومشاهدين قناة وصفات مغربية وعالمية، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد، هذا الفيديو هذا تتم الفيديو السابق كما كنت نزلت لكم وقلت لكم الفيديو الأخير هذا الجزء هذا هو تتم ليلو. بالمناسبة اللي ما شافش الفيديو الأخير ترجع تشوفه، فبقوا معي الأخير الفيديو مشاهدينا الكرام. وقبل ما نبداو متتبعي الكرام، صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لاول مره كتشوفنا ولا كتكتشف قناتي من خلال هذا الفيديو هذا، كنرحب بها في قناه وصفات مغربيه وعالميه. كنتمنى تضغط على زر الاشتراك او لا سبسكرايب والضغط على الجرس باش توصل بكل الفيديوهات الجديده، واكيد لايك الفيديو وما تنساوش شير اي بارطاجي باش هذا الفيديو هذا يوصل لاكبر عدد من الناس لكي تعم الفائده والاستفاده للجميع ان شاء الله. كما كنت عملت معكم في الفيديو السابق، يعني قلت لكم انه داك الفيديو هو الفيديو الاخير في مدينه طنجه الحبيبه. من بعد ما تغدينا وصافي دوشت للدري وهذا استنيت تبرد شويه الحال، فكما كتشوف معايا يعني صافي بدا يظلم شويه الحال، لقيت هذا المغرب هذاك فخرجنا نعملوا واحد الدويره. فهاد المحل هذا د الزرابي ود الاثاث المنزلي عنده داك الشيء غزال. كنتمنى تكون الصورة واضحة. وهذا مطعم النجمة، يعني اللي بغى ياكل شي حاجة بغى ياكل الحوت يمشي ليلو، فعندهم داك الشي نقي وزوين. كما كتشوفوا معايا الدنيا عامره عامره عامره، غير كتغيب الشمس كيبقاو عباد الله يخرجوا بحال الببوش، يعني كيكون بزاف د البشر بزاف د بنادم. غادي نمشي ندي الدراري اللي هي جهه الكورنيش جهه البحر كما كتشوفوا معايا، منها يلعبوا شويه ومنها يتبردوا شويه بالهواء د البحر، لان فعلا هاد الايام حراره. هنا البنات غاديين غير باش نضربوا دوره، وغادي نخليو السياره في الباركين، نخليوها في باركيات اللي عملوا باركين اللي عملوا تحت الكورنيش. الصراحه كيعمر كي يعني قليل فين كتجبروا بلاصه خاويه كيكون بلان. ايوا صافي البنات بقاو معايا يعني ما نزلوا. وهنا من بعد ما نزلنا فكما كتشوفوا معايا يعني الدنيا كيف عامله اللي جهه بلايا اللي ماكدونالد كما شفتوا معايا. وهنا كاين هاد الالعاب هادو هاد السيارات هادو الاطفال الصغار، ولدي غير شافو محمق لي قالك خاصو يركب تما يلعب شويه، وفعلا ركبت هو وختو لعبو شويه. وكما كتشوفو معايا الناس العائلات والدراري كيلعبو في الكازو وكلشي، كاين بزاف د العائلات كيجيبو الطبيله ديالهم اولا غير حصيره كيجلسو غير على داك الكازو كيستمتعو بالهواء. وهنا قلت نصور لكم داك الخيل كيجري، صراحة هنا كاين بزاف دوك خيولة كيركبو فوقهم الناس لي توريست أولا إذا الناس لي بغاو يركبو فوق الخيل الأطفال كيتمشاو شوية حدا البحر. كاين بزاف أيضا العائلات لي كيمشيو كيهبطو تاليهين كيجلسو حدا البحر كيشمو الهوا وكيستمتعو بأصوات الأمواج. فعلا فعلا البنات المنظر رائع جدا، وحدة البحر كتكون البرودة يعني كما كتعرفوا في فصل الصيف الحرارة كتكون جد مرتفعة، والناس في الدار كيكون صادوا الحرارة فكيخرجوا لحدة بلايا باش يستمتعوا شوية بالهواء ويتبردوا شوية. ومن بعد ما لعبوا الأطفال ديالي في ديك السيارات صافي تمشينا شوية، ودابا غادي نديكم البنات واحد مطعم مزيون، واحد الكافيه اولا مطعم ويا فيها كلشي اصلا مزيونه جات في كاب سبارتيل. وهنا صافي غاديين في الطريق لديك المطعم اولا داك الكافيه هذاك، غادي نتجمعوا تما مع خايو مراسو غادي نجلسوا نقصروا ونتعشاو تما والدراري يلعبوا ان شاء الله. دوزنا وقت زوين زوين زوين، وان شاء الله حتى المره اخرى ان شاء الله فاش نطلعوا طنجه ونتلاقاو يا ربي امين. فابقوا معايا متتبعي الكرام.
وهنا البنات قلت نصبوا لكم المعني والأسمنة باش تشوفوا معايا. وهنا شنو عجبني البنات في هذا الكافي هذه هي انه فين كاين البداي صغار حداك، يعني تكوني جالسه وتينا حاديه وليداتك كتشوفي فيهم لا يطيحوا على شي حاجه وصافي. من بعد ما قصرنا وضحكنا هذه وتعشينا الصراحه الاسمنه يعني ماشي غاليه، رخيصه في المتناول. وهنا البنات قلت نصور لكم النار كيف عامله بالليل مضويه، المنظر ديالها رائع جدا جدا. وغادي نصور لكم سميتو ديك الكافي ولا داك المطعم من التحت. هادي شو هو عنده ثلاثة جهات، عنده التحت والفوق والفوقي، وحنا كنا جلسنا في الفوقي يعني فوق كاع كما كتشوفوا المنظر مزيان. من بعد ما صافي جلسنا وتجمعنا وتعشينا دابا غادي نرجعوا للدار. ايوا صافي متتبعي الاعزاء، كان هذا هو الفيديو الاخير مدينه طنجه ودنا خاي ومراتو. ايوا وصافي ان شاء الله غادي نتلاقاو في مدينه الناظور الغاليه، مدينتي اللي ساكنه فيها وتخلقيت اولاد تولدت فيها. غادي ان شاء الله نحاول نقدم لكم فلوقات على مدينه الناظور. صافي غادي نرجع الكوزينتي والوينتي والعطلات سالات. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش دو طرو جيم وبارطاجي. الى الفيديو القادم ان شاء الله استناوني في مدينه الناظور، والسلام عليكم ورحمه الله، الى اللقاء.